السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم. ان شاء الله بإذن الله النهارده هنبدأ مع بعض المحاضرة الثانية في شهر رمضان. كنا شرحنا برنامج الوورد والباوربوينت والاكسل والاكسس، وشرحنا مديولات الاي اس دي ال والاي اس دي ال فيتشر والاي اس 3. زي ما قلنا ان الجزء المتبقي في الدبلومة هيبقى عبارة عن حلول للاختبارات الدولية، واللي هو زي ما اتفقنا ان احنا برضو هنحل كمان مع بعض او هنعمل مراجعة سريعة على البرامج اللي احنا شرحناها. كنا اخر محاضرة اللي هي المحاضرة تقريبا بتاعت يوم الاحد، يوم الاحد كنا شرحنا فيها، عملنا مراجعة سريعة على برنامج الوورد، وقلنا ان انا لو حبيت ان انا استخدم ان انا اعمل مستندات او كتب او تقارير بروح على برنامج الوورد، فالوورد بيكون مهتم أكتر بالكتابة والمراسلة زي ما انتم شايفين. فالحاجات اللي هي بتكون مهتمة أكتر بالكتابة وأقعد أحكي فيها زي ما أنا عايز، يفضل إن أنا أشتغل على برنامج الوورد. طيب زي ما انتم شايفين بالشكل ده كنا شرحنا قائمة فايل مع بعض، قائمة هوم، انسيرت وديزاين ولي اوت وريفرنسز وميلينج وريفيو وفيو، ده كل شرحناه في برنامج الوورد، وفي نفس الوقت عملنا مراجعه عليه المحاضره اللي فاتت. النهارده باذن الله هنعمل مراجعه على برنامج الباوربوينت ومراجعه على برنامج الاكسس، الاثنين اسهل من بعض. طيب انا عايز افتح دلوقتي برنامج الوورد او الباوربوينت او الاكسل، كليك يمين على سطح المكتب واروح اختار حاجة اسمها نيو او جديد، واختار منها البرنامج اللي انا عايز افتحه سواء كان الباوربوينت او الوورد او الاكسل او الاكسس. انا هفتح مثلا او هعمل باوربوينت. اول ما افتح برنامج الباوربوينت زي ما ظهر في الوورد ظهر حاجة اسمها بلانك دوكومنت او مستند فاضي، هنا ظهر حاجة اسمها بلانك برزنتيشن، يعني البرنامج نفسه من اسمه برزنتيشن يعني خاصة اكتر بجزء اللي هو العروض التقديمية، من اسمه برزنتيشن. التاني لو فتحناه بيقول لك بلانك دوكومنت، مستند فاضي او مستند فارغ، اهو من اسمه مستند، لكن ده برزنتيشن بيكون مهتم اكتر بالعروض التقديمية. هروح اقول له بلانك برزنتيشن، فتح معاك حاجة بالشكل ده. لو جينا فتحنا برنامج الوورد في بلانك دوكومنت او مستند فاضي، هنا مديلك سماحيه ان انت تكتب في اي مكان انت عايزه، تكتب في اي مكان انت عايزه. اما الباوربوينت بيربطك ببوكسات صغيره تكتب جواها، يعني لو انت مش مفعل اي بوكس فيهم هتلاقي الاوامر الموجوده عندك مش متفعله. طب تعالوا كده نضغط على اي بوكس، ايه اللي حصل؟ الاوامر اتفعلت معاك. طيب زي ما قلنا ان اي برنامج في الدنيا بيتكون من شريط عنوان، شريط القوائم او التابات اللي هو فايل، هوم، انسيرت، ديزاين، ترانزيشن، انيميشن، سلايد شو، ريفيو، فيو، وشريط الحاله الموجود عندي من تحت، واللي هو شريط اللي هو احنا قلنا شريط الادوات او الريبونز، الادوات اللي بتعمل نفس الحاجه مخليها في جروب واحد. يعني مثلا ده خاص بالسلايد، الشريحه، الصفحه اللي انا شغال فيها في الوورد بسميها بيج، اللي شغال فيها في الباوربوينت بسميها سلايد او شريحه. طيب عندك قائمه فايل اللي هو ملف، لو عايز ابتدي ان انا انشئ مستند جديد في الوورد كنت بروح على فايل بعد كده نيو، نفس القصه هنا. قلنا ان البرامج كلها هتلاقي الاوامر كلها متشابهه الا بعض الاختلافات الصغيره، فاروح على نيو واروح اقول له بلانك برزنتيشن يعني عرض تقديمي جديد، ده لو عايز افتح برزنتيشن جديد. دي كلها تمبلت جاهزه بختار منها اللي انا عايزه واشتغل عليه. طيب لو عايز افتح ملفات باوربوينت موجوده على الجهاز اوبن، واروح اختار حاجه اسمها براوس او استعراض، واروح ادور على الملف اللي انا عايز افتح. طيب انفو من خلالها بعمل حمايه للبرزنتيشن بتاعي، اقول له بروتكت برزنتيشن او حمايه العرض التقديمي، اللي هو علامه القفل والمفتاح اللي انتم شايفينها،
وبعد كده بختار نفس العلامة اللي هو علامة القفل والمفتاح اللي هي اسمها Encrypt with Password أو التشفير بواسطة كلمة المرور. طيب لو أنا شغال ونفترض خلال شغلي دي ما عملتش حفظ للملفات أو نسيت إن أنا أحفظ، أو في نفس الوقت أنا شغال على كمبيوتر وفجأة دلوقتي جهاز الكمبيوتر فصل معايا، فأنا كنت شغال على ملف ونسيت أحفظه، بروح على حاجة اسمها Manage Presentation التحكم في العروض التقديمية، فبعمل حاجة اسمها Recover Unsaved Presentation يعمل لي استعادة للعروض التقديمية اللي أنا نسيت إن أنا أعمل لها عملية حفظ. طيب Save و Save As أول مرة بيساووا بعض، يحفظوا لي نسخة من الملف على الجهاز. يبقى سيف وسيف از الاثنين بيحفظوا نسخة احتياطية من الملف بتاعك كأول مرة. طيب لو حفظت الملف وعايز ابتدي اشتغل عليه، عايز احفظ خطوة خطوة انا بعملها، اروح اختار سيف، يبقى سيف بيحفظ لي خطوة خطوة انا بعملها. طيب سيف از بيحفظ لي نسخة احتياطية من الملف او بيحفظ لي الملف بصيغة تانية من براوس. هتلاقي في ميزة زادت في الباوربوينت ان انا ممكن احفظه كايه؟ كصوره اللي هو جي بي جي، كبي ان جي، ممكن تحفظه كبي دي اف، ممكن تحفظه كفيديو، وهنعرف كمان شويه اهو ام بي 4 اللي هو امتداد الفيديو. برنت خاص بالطباعه، لو عايز اطبع الملف بتاعي اختار امر الطباعه، والكوبيز عدد النسخ، برينتر ده اسم الطباعه بتاعتي. اما هنا بالنسبه للسيتنج او اعدادات الطباعه، لو عايز اطبع كل الشرائح اقول له print all slides، اما لو عايز ان انا اطبع الصفحه اللي انا واقف عليها او الشريحه اللي انا واقف عليها اروح اقول له ايه؟ print current slide. طيب ايه الفرق ما بين selection وما بين ال current slide؟ في الباوربوينت الاثنين واحد. هنا من برنت اول سلايد، البرنت سيلكشن يعني الشريحه اللي انت واقف عليها. طيب البرنت كرنت سلايد الشريحه برضو الحاليه اللي انت واقف عليها. طيب الكاستم رينج لو عايز احدد له مدى، انا عايز اطبع من الشريحه الثانيه للشريحه العاشره، عايز اطبع الشريحه الثانيه والشريحه الخامسه وهكذا. اما لو رحنا على الوورد فعندك البرنت، برنت اول بيج بيطبع لك كل الصفحات، كرنت بيج الصفحه الحاليه اللي انت واقف عليها، الكاستم برنت الرينج او المدى اللي انت واقف عليه، او عايز مثلا تطبع من الصفحه كذا للصفحه كذا هختار كاستم برنت. اما لو محدد قطعه صغيره داخل الصفحه هختار برنت سيلكشن. طيب احنا كنا بنقول في الوورد هتلاقي تحت في حاجه اسمها الوان بيج بير شيت، احنا قلنا الورقه اللي بنطبع عليها اسمها شيت، فانا لو عايز اخلي الورقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه اللي في الوورد اطبعهم في شيت واحد او ورقه واحده هروح اختار فور بيج. اما بالنسبه للباوربوينت هختار مثلا انا عايز كم شريحه؟ اثنين في ورقه واحده، عايز اطبع ثلاثه في ورقه واحده، عايز اطبع اربعه في ورقه واحده، اهو بتختار من هنا اللي انت عايزه سواء كان الفيرتيكال الراسي او الهوريزونتال اللي هو افقي. طيب print one side و both side، one side بيطبع لك وش بس، اما both side بيطبع لك وش وظهر. طيب collated و uncollated، مرتبة وغير مرتبة، يعني نفترض ان انا عايز اطبع خمس نسخ وعندي 10 شرائح، فبيخلص من نسخة نسخة، يعني بيطبع لي من الشريحة الاولى للشريحة العاشرة كده نسخة بيخلص منيها، بعد كده يطبع برضو تاني من 1 لـ10 كده النسخة التانية، بعد كده من 1 لـ10 النسخة الثالثة وهكذا، يعني هو لحد ما يوصل لك لعدد كام نسخة؟ 5 نسخ. أما الـ uncollated غير مرتبة، بمعنى هيطبع لك من كل شريحة على قد عدد النسخ اللي موجودة عندك فوق، هتضطر بعد كده أنت اللي ترتب النسخ بطريقتك. طيب عندك بعد كده ده بالنسبه للكوليتد وان كوليتد. الكلر ده لو عايز اطبع بقى، انا لو عندي طبعه الوان وعايز اطبع العرض التقديمي بتاعي كالوان هختار كلر، لو عايز اطبعه مثلا ابيض واسود هروح اختار بلاك اند وايت، اما لو عايز اطبعه اللون اللي هو الرمادي اللي هو جراي سكيل، ادي عندك 3 درجات للالوان. شير لو عايز اعمل مشاركه للملف يا اما كبي دي اف
يا اما هبعته للبريد الالكتروني كمرفق، يا اما عن طريق برزنتيشن اونلاين، يا اما اشاركه مع الناس. طيب اكسبورت، هروح على الاكسبورت. انا لو جيت اعمل له سيف اس وما لقيتش صيغه البي دي اف، فبروح على الاكسبورت، فاكسبورت بتساوي سيف اس، فبيحفظه لك كصيغه تانية. هقول له كرييت بي دي اف. طب لو عايز احفظه كفيديو هقول له كرييت ا فيديو. اول ما اقول له كرييت ا فيديو بيجيب لك هنا الكواليتي او الجوده بتاعت الفيديو، بمعنى لما نيجي نسمع على اليوتيوب بنلاقي ان في جوده 4K، في جوده 1080 720 480 وفي 240، فدي كلها جودات بحفظ بيها الفيديو، فانا عايز اخليه مثلا 1080. طيب هنا مثلا بيقول لي السكند سبنت اون اتش سلايد، عدد الثواني اللي هياخده في كل شريحه. انا لما اجي اعمل فيديو عندي مثلا 5 شرائح او 10، في كل شريحه هياخد قد ايه؟ طيب خلصت وعايز ان انا اعمل الفيديو، هقول له كرييت ا فيديو. ده لو عايز احفظ العرض التقديمي بتاعي كجي اي اف. عارفين طبعا الاستيكر اللي احنا بنبعته لبعض على الواتساب، هو ده الجي اي اف، صور متحركه. فده لو عايز احفظه ك جي اي اف. وانا هنا بيقول لك برضو الكواليتي بتاعته، تختار من هنا الكواليتي. طيب انت الجي اي اف عايزه من الشريحه كام للشريحه كام، تختار من هنا الشرائح. طيب الثواني اللي بياخدها في كل شريحه قد ايه، وهكذا. هنا لو عايز احفظه على السي دي، هنا لو عايز احفظه كحاجه اسمها هاند اوت، هنا لو عايز اغير او اروح على امتدادات تانية من امتدادات حفظ الملف. ده لو عايز اعمل له بابلش. يعني ايه بابلش؟ ان انا اعمل له عمليه نشر على حاجه اسمها مايكروسوفت ستريم. مايكروسوفت ستريم ده برنامج تبع شركه مايكروسوفت، من خلاله بيعمل حمايه للفيديوهات اللي انا بعمل لها عمليه تسجيل، فبيعمل حمايه عن طريق ستريم. طيب كلوز واكزيت، كلوز بيقفل لي الادوات اللي انا شغال عليها فوق، اما اكزيت بيقفل لي صفحه العمل ككل. اكونت من خلالها بغير لون النظام زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو، ممكن اشتغل بالشكل اللي انا عايزه. طيب انا هغير لون النظام. لجي ناحية اليمين الاصدار بتاعك، اسم الاصدار بتاعك. هنا لو عايز تعرف اكتر على الباوربوينت، وهتلاقي هنا الايميل اللي انا مدخله والفيدباك، رايك عن شركة مايكروسوفت. اوبشن زي ما كنا اخدنا الجنرال، لو عايز اغير اليوزر نيم او اسم المستخدم، لو عايز اغير اللي هو الاوفيس سيم اللي هو لون النظام. السيف مدة الحفظ التلقائي، يعني انا لو شغال وعايزه تلقائي لوحده يحفظ لي الملف بتاعي، كل 5 دقايق يحفظ الملف، من سيف او تو ريكفر انفورميشن افري، يعني يحفظ لك الشغل بتاعك كل قد ايه. طيب المكان بتاعه، مكان الحفظ التلقائي يكون فين؟ من حاجه اسمها او تو ريكفر فايل لوكيشن، مكان الحفظ التلقائي. اما الملف الاصلي، يعني لما اجي اعمل سيف اس وبراوس، بيحفظ لك او بيفتح لك مكان معين. انا عايز اغير مكان الحفظ الافتراضي ده، من اوبشن ومن سيف اختار حاجه اسمها ديفولت لوكال فايل لوكيشن. طيب اللانجوج، لو عايز اغير اللغه اللي انا شغال بيها، لغه البرنامج، بدل ما هو انجليزي خليه لي عربي، بدل ما هو انجليزي خليه لي عربي. لازم اختار من تحت اللغه العربيه، اخليها تعيين كمفضله، واختار من فوق برضو اللغة العربية، اقول له تعيين كمفضل. طيب عندك كاستمايز ريبون اللي هو شريط القوائم الموجودة عندك فوق، دي المسؤول عن اظهار واخفاء شريط القوائم. انا عايز اشيل مثلا الهوم، اشيل من عليه علامة الصح واقول له اوكي، هلاقيها اختفت من فوق معايا. طيب الكويك اكسس تول بار، شريط الادوات السريع، احدد اي اداه واقول له اد. ده لو عايز اضيف اداه لشريط الوصول السريع، عايز اشيله احدده واقول له ريموف او ازاله. كل الكلام ده لو ملاحظين ان مفيش اي جديد فيه، كنا شرحناه في الوورد بالتفصيل الممل. قبل ما اكمل، في اي مشكله مع الناس لحد؟ احنا قلنا ده اسمه سلايد او شريحه.
احنا قلنا لو عايز اغير نوع الخط هنروح على جروب فونت، وادي نوع الخط، بختار نوع الخط اللي انا عايزه من هنا. دي كلها انواع للخطوط، بختار منها نوع الخط المناسب. طيب اللي جنبه ده من خلاله بغير حجم الخط زي ما انت شايف. طيب ايه الكبيرة وايه الصغيرة؟ الكبيرة بتكبر حجم الخط، وايه الصغيرة بتصغر حجم الخط. طيب البي بتتخن الخط او بتعمل عملية او بتخلي الخط غامق معايا او بالشكل ده. الاي بتميل الخط. اليو بيحط لي خط تحت الكلام. اما الاس دي اداة زيادة عن الوورد، فبيعمل لي زي شادو او ظل. طيب الاي بي سي بيحط لي خط في وسط الكلام. الاي في المسافة ما بين كل حرف والتاني، او يبقى الاي في المسافة ما بين كل حرف والتاني. طيب الاي كابيتال اسمول، الاي كابيتال لو ملاحظين بيخلي لي اول حرف بس كابيتال والباقي كله سمول، حتى الكلمه الثانيه يا اما بيخلي لي كله سمول يا اما بيخلي لي كله كابيتال، يا اما بيخلي لي اول حرف كابيتال والباقي سمول، يا اما اول حرف سمول والباقي كابيتال. فده مختص بالخطوط اللي هو باللغه الانجليزيه فقط. عايز اغير لون الخط من حرف الاي، بختار اللون اللي انا عايزه. طيب اللي هو علامه القلم اللي انتم شايفينه ده بيعمل لي هايلايت او ظل، اهو زي ما انتوا شايفين كده عمل لي ظل على الكلام. طيب جيت هنا اللي هو ال اللي تحتها ستيكر ايريزر، بيمسح كل التنسيقات اللي انا عملتها. ادي دوست عليها، حددت اللي انا عايز امسحه ودوست على علامه ال اللي تحتها ستيكر، فمسح لي كل التنسيقات اللي انا كنت عاملها. طيب هنيجي في الجروب الثاني اللي هو الباراجراف. الثلاث خطوط اللي تحت بعض بيعمل لي حاجه اسمها تعداد نقطي. طب اللي جنبها بيعمل لي تعداد رقمي. طيب الثلاث حاجات اللي جنب بعض دول المحاذاه بتاعتي، دي المحاذاه ناحيه اليسار، المحاذاه في المنتصف، والمحاذاه ناحيه اليمين. طيب زي ما قلنا في الوورد، قبل ما ابتدي اكتب في المستند بتاعي او ابتدي اكتب في البرزنتيشن بتاعي لازم احدد اتجاه الكتابه. انا لو بكتب انجليزي هخليه ليفت تو رايت، لو بكتب عربي هختار رايت تو ليفت، رايت تو ليفت. تعالوا هنعمل حاجه كده بسيطه مع بعض. ادي انا جيت ادرجت القطعه عندي، انا مش عايز دي. اولا انا علشان لو عايز اعمل عملية ضبط اساوي المسافات البادئة مع المسافات النهاية، اروح على اللي هو justify اهو زي ما انتم شايفين. اما justify low بيصغر المسافة بين كل كلمة والتانية. طيب المسافات ما بين السطور من اللاين سبيسنج اهو، دي المسافة بين كل سطر والتاني. طيب بالنسبة لدي، دي بيعمل لي بيقسم لي الشغل بتاعي لعدد من الاعمدة وعدد من الصفوف. بمعنى انا همسح ده اهو، تمام، وعندي مثلا حاجه بالشكل ده، فده بيخليها لي اذا كان عمودين او ثلاث اعمده او اربع اعمده. حتى لما نيجي نظهر المسطره هتلاحظ ان المسطره متقسمه معاك، او في زي خط في النص، والاعمده مش هتكون واضحه معاك. يبقى دي بيخليها لي عدد من الاعمده. انا لو عايز اخليها عمودين، لا انا هخليها عمود واحد. طيب الايه ده تكست دايركشن، اتجاه النص اهو، اتجاه النص. طيب اللي تحتها اتجاه النص بس داخل الشريحة. بمعنى انا دلوقتي النص بتاعي هنا موجود فين؟ اسفل البوكس. طب عايز اخليه في النص اختار ميدل، عايز اخليه من فوق اختار توب. طيب اللي تحتها بيحول معاك البوكس بتاعك الى مخطط تفصيل من المخططات اللي انا هختارها زي ما انتم شايفين كده، حوله معاك الى مخطط تفصيلي. طيب حلو خالص. انا هنا دلوقتي عايز اضيف شريحه جديده، اضيفها ازاي؟ من حاجه اسمها نيو سلايد. هقول له نيو سلايد يعني شريحه جديده، واختار شكل الشريحه اللي انا عايزها. انا لو قلت له بلانك او شريحه فاضيه،
اكتب فين؟ لازم اروح على انسرت واختار تكست بوكس او مربع نص، وانزل ارسم مربع النص وابتدي اكتب جواه اللي انا عايزه. اهو انا كتبت جواه اللي انا عايزه بالشكل ده. تمام، كويس خالص لحد دلوقتي. طب لو قلت له نيو سلايد واخترت شريحه اسمها تايتل اند كونتنت، تايتل معناها العنوان بتاعك اهو، الكونتنت اللي هو المحتوى، انا عايز ادرج جدول، اروح اختار رمز الجدول، عايز ادرج رسم بياني، اختار رمز الرسم البياني، عايز ادرج مخطط تفصيلي، هتختار رمز المخطط التفصيلي، تختار من هنا الحاجة اللي عايز تعمل لها عملية ادراج، فانا هدرج بيكتشر او صورة، اختار الحاجة اللي انا عايز ادرجها، فظهرت معايا بالشكل ده. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. طيب انا دلوقتي واقف على الشريحة رقم 3، ورحت وقلت له مثلا لي اوت، واخترت حاجة بالشكل ده، ايه اللي حصل؟ غير ليك التخطيط بتاعها، بمعنى هرجع خطوة لورا، انا واقف في دي ورحت اخترت حاجة اسمها من نيو سلايد، لا انا من لي اوت، اختار التايتل اند كونتنت، فغير معاك شكل الشريحه، التخطيط بتاع الشريحه خليها لك اللي هو عنوان ومحتوى، يعني بيسيب لك الحاجه زي ما هي بس بيغير التخطيط بتاعها. طيب ريسيت لو انا مثلا مغير التنسيقات بتاعتي بالشكل ده، ورحت هنا مثلا كمثال ويك ستايل، مختار ستايل، ورحت قلت له ريسيت، بص ايه اللي حصل، رجعها لي زي ما كانت تاني في الاول، رجع لك الحاجه زي ما كانت تاني في الاول. طيب ده بالنسبه لي اللي هو نيو سلايد. طيب كوبي لو عايز اخد نسخه احتياطيه من حاجه معينه، كات لو عايز اقصها، فورمات انتر لو عايز اعمل عمليه نسخ للتنسيق، عايز ادرج شكل، اختار شيب اهو بالشكل ده، وادرج الشكل اللي انا عايزه، وغير من هنا التنسيقات بتاعت الشكل. طيب بالنسبة للرينج ده، لو عندي عايز اعمل محاذاة للشكل بتاعي، طيب انا عندي شكلين كده بالشكل ده، ورحت قلت له من الرينج قلت له سند تو باك، هنغير لون عشان يبان معانا، نغير اللون بتاعه عشان يبان معانا، انا عايز اخلي الشكل المورا ده قدامي، يبقى من الرينج هختار برينج تو فرونت، يعني احضار للامام اهو. طب عايز اخليه من ورا، اختار سند تو باك، عايز اخلي الاثنين مع بعض جروب واحد، احدد الاثنين واختار حاجه اسمها جروب، هيتحركوا مع بعض، ده روتيت لو عايز اعمل تدوير للشكل، الاين المحاذاه بتاعته فين من الشريحه. زي ما قلنا اهو، عندك حاجه اسمها الشيفل، او قبل الشيفل في حاجه اسمها الكويك ستايل، ستايلات سريعه للشكل بتاعي، اختار الستايل اللي انا عايزه. طيب الشيفل ده لون التعبئه، ده لو عندي الوان اكتر. طب لو اخترت بيكتشر او صورة من اسمها شيفل، يعني هيعبي لك الشكل من جوه، فهو هيعبي لي الشكل بالصورة اللي انا اخترتها. طيب عشان توضح اكتر نعمل ايه، بصوا كده انا هدرج الشكل اهو بالشكل ده، تعالوا هنا اختار شيب، واروح اقول له من هوم اختار حاجة اسمها الشيفل، واختار الشكل اللي انا عايزه اهو، حطه لي جوه الشكل اللي انا كنت عامل له عمليه ادراج. طيب الشيب اوت لاين، الحد الخارجي، هو مش باين كده، مش باين. طيب هروح على حاجه اسمها الويت او السمك، فكده ظهر معايا اكتر. الشيب افكت بيظهر معايا تاثيرات اكتر للشكل بتاعك.
فايند لو عايز ادور على كلمه معينه داخل البرزنتيشن، اما ريبليس لو عايز استبدل كلمه بكلمه، وسيلكت لو عايز اعمل تحديد لعنصر او تحديد للمستند او البرزنتيشن ككل. طيب بعد كده في قائمه انسرت، اول حاجه في قائمه انسرت حاجه اسمها نيو سلايد، من خلالها بدرج شريحه جديده اهو نيو سلايد. عايز ادرج جدول، هروح اختار تيبل وادرج الجدول اللي انا عايزه واغير من هنا الاستايلات بتاعته. طيب عايز ادرج الصوره، هختار بيكتشر واختار الصوره اللي انا عايزها من زيس ديفايس، اقول له لانك، من هنا اختار الصوره اللي انا عايزها، ابدا برشتها عنده واغير من هنا الاستايلات بتاعتها. طيب لو عايز ادرج مثلا او اعمل سكرين للحاجه اللي ورا البرزنتيشن، اختار سكرين شوت. لو عايز ادرج الشكل هختار شيب وانزل ارسم الشكل اللي انا عايزه. ده الايكونز 3 دي مودلز، لازم اكون متصل بالانترنت اهو، دي اشكال 3 دي بيظهرها لك. ادي بالشكل ده وادوس مثلا على اهو، اختار الشكل ده واقول له انسرت، بس ده مش هتلاقوه غير في 2019 و365 يا ده يا ده. حتى لو هتلاحظ اهو شكل 3D، ده شكل 3D انا عملت له عملية ادراج، دي برضو اشكال اكتر او تنسيقات لل 3D بتاعك. طيب هنا لو عايز ادرج سمارت ارت او مخطط تفصيلي بالشكل ده واغير التنسيقات بتاعته زي ما انا عايز، اكتب مثلا هنا الوورد، الباوربوينت، اكسل، الاكسس والاوتلوك، اغير الشكل بتاعه من السمارت ارت ديزاين واختار الشكل اللي انا عايزه. طيب ده لو عايز ادرج رسم بياني. طيب اما لو واقف هنا وعايز ادرج لينك هختار لينك، لو عايز ادرج تعليق معين هختار كومنت. لو انا في بلانك سلايد او شريحه فاضيه هختار تكست بوكس وارسمه وانزل اكتب فيه اللي انا عايزه. لو عايز ادرج هيدر وفوتر هختار هيدر اند فوتر، راس وتسجيل، اعلم علامه صح على الحاجه اللي عايز اعمل لها عمليه ادراج اهو، ده لو عايز ادرج ارقام الشرائح، ده لو عايز ادرج فوتر واكتب هنا الفوتر اللي انا عايزه. اما لو عايز ادرج هيدر اختار من هنا الهيدر، اعلم عليه علامه صح وادرج الهيدر اللي انا عايزه اكتبه. الوورد ارت بيظهر معاك تكست بوكس بس على حسب التنسيق اللي انا مختاره. عندك بعد كده ديت اند تايم، ده لو عايز ادرج التاريخ والوقت، وهكذا برضو. هنا insert slide number لو عايز ادرج ارقام الشرائح، هنا الايكويشن المعادلات لو عايز ادرج معادلات، اما السيمبل لو عايز ادرج رموز. طيب لحد الان دي كلها حاجات قديمه اتشرحت في الوورد اي اي، الجديد بقى اللي هو جزء الميديا اللي هو ازاي ادرج فيديو. من فيديو هختار حاجه اسمها this device، يعني انا هعمل فيديو من فين؟ من الجهاز عندي. اختار الفيديو اللي انا عايزه واعمل له عمليه ادراج. انا كده عملت له عمليه ادراج اهو بالشكل ده واشغله زي ما انا عايز، ومن فوق اغير في الستايلات بتاعه الفيديو. طيب حلو خالص.
اما لو عايز اجيب فيديو من الانترنت هختار اونلاين فيديو اديو، لو عايز ادرج صوت من الجهاز اديو اون ماي بي سي، بي سي اللي هو البيرسونال كمبيوتر. اما لو عايز اعمل ريكورد بصوتي هختار ريكورد اديو، ابتدي اسجل، ادوس على اللي هو الدايره اللي باللون الاحمر هنا، النيم اسم الريكورد بتاعي، هو كده بيسجل بيعد معايا زي ما انتم شايفين او بيعد. خلصت وعايز احفظ، اروح على علامه اللي هو المربع اللي باللون الاحمر واقول له اوكي، فاهو ادرجه لي معايا، كبر فيه زي ما انا عايز. اول ما اشغل الصوت هيشتغل معايا هنا النيم، بس محبش اسمع صوت. طيب ده بالنسبة للصوت. اما لو عايز اعمل تسجيل للشاشة، عايز اسجل كل حاجة انا بعملها من حاجة اسمها السكرين ريكوردينج، فظهر معايا بالشكل ده، بيقول لي حدد المنطقة اللي هتسجل فيها، فانا هحدد كل ده، انا هسجل في الشاشة كلها. بعد كده عشان ابتدي هروح اختار ريكورد، فبيعد معايا 3 2 1. بعد كده ابتدي كل حركة انا بعملها دلوقتي بيسجلها معايا زي ما انتم شايفين، بيعد فوق كل حركة او كل حاجة بعملها بيسجل معايا بالنص. خلصت او حصلت عندي مثلا مشكلة حبيت ان انا اوقف شوية بعد كده ارجع اكمل من اللي هو العلامتين اللي جنب بعض دول، كده انا وقفت عايز ابتدي اشغل تاني من نفس العلامة، فبيكمل معاك العد. عايز بعد كده ان انت تحفظ، خلاص هتدوس على علامة المربع، فراح ادرج لك معايا الفيديو فين داخل الباوربوينت بالشكل ده، فبيسجل معاك صوت وصورة، كل حركة انت بتعملها بيسجلها معاك. طيب عايز احفظ الفيديو ده على الجهاز عندي، كليك يمين على الفيديو واختار حاجة اسمها سيف ميديا اس. سيف ميديا اس يعني ايه سيف ميديا اس؟ انا عايز احفظ الميديا عندي او العنصر ده كايه، اول ما ادوس عليه فجاب لي صيغه الام بي 4، واحدد مكان الحفظ مثلا واروح اسميه باي اسم توداي مثلا، واروح اقول له سيف او حفظ، هروح على سطح المكتب هلاقيه اتحط معايا هنا اهو بالشكل ده، افتحه كده حفظ معايا الفيديو اللي انا عملته بعد كده بكل بساطه وبكل سهوله. طيب لحد الآن زي الفل، شايف إن الأمور بسيطة، الأمور سهلة إن شاء الله. ده بالنسبة لي انسيرت ديزاين اللي هو الستايل أو السنز بتاع الشريحة، زي ما أنتم شايفين دي كلها أشكال للشرائح. أنا هدوس بس كليك شمال على السنز المعين أهو، لغتين اللي عايز أغيرها، لغة البرنامج اللي انت شغالة بيها ولا لغة ايه؟ ركزوا معايا، اروح على فايل قبل ما اكمل قائمة ديزاين، واروح على اوبشن واقول له لانجوج، لازم تعملي لازم اللغة العربية تكون متثبتة عندك. طيب انزلها ازاي؟ بنروح على قائمة ستارت واروح على السيتنج او الاعدادات، واختار حاجه اسمها التايم اند لانجويج، واختار منها بعد كده اللانجويج او اللغه، واقول له اد لانجويج او اضافه لغه، وتختار اللغه العربيه وتعمل لها تنزيل، بس لازم تكون متصل بالانترنت. طيب الطريقه الثانيه من فايل اوبشن لانجويج، هتقول له ان انا عايز انزل لغه مفاتيح ثانيه، انستول اديشنال كيبورد. طيب اتأكد ان اللغة العربية عندك موجود فوق ومكتوب جنبها كلمة انستول اللي عنده 2016. طيب بعد كده هتلاقيها اتضافت تحت، هتلاقي في مربعين جنب بعض، مربع اسمه ديسبلاي ومربع اسمه هيلب، اللغة الأساسية واللغة الافتراضية، لازم الاتنين يبقوا نفس اللغة، لازم الاتنين يبقوا نفس اللغة، تحدد اللغة وتختاري حاجة اسمها set as perfect اللي هو تعيين كافتراضي. بص كده أول ما اختارها وأقول له yes، ففوق تلقائي اختار معايا اللغة العربية، هقول له اوكي، فبيقول لي من فضلك اعمل ريستارت الاوفيس وافتحه تاني اهو. انا بس احفظ ده الاول، انا هقفله وهفتحه تاني.
لحظة، in a language، هختار ان اللغة العربية مفروض، ومن فوق اللغة العربية كمان، وتحت اللغة العربية تمام. اوكي، اقفل الاوفيس وافتحه تاني، فغير معاك اللغة بتاعتك اللغة العربية. اما لو عايز انجليزي، روح من خيارات، لازم تختار اللي فوق اللغة الإنجليزية تعيين كمفضلة، واختار من تحت اللغة برضو الإنجليزية أهو تعيين كمفضلة، يبقى لازم تختار الاتنين إنجليزي، وأقول له موافق، أقفل الأوفيس وأفتحه تاني، فغير معايا اللغة بالشكل ده. جربيها بعد المحاضرة، لو في أي مشكلة ابعتيلي، يعني ابعتيلي على جروب الواتساب إن شاء الله، لأن أنا كده كده هبعت للناس فيديو ممكن يعرفوا من خلاله إزاي يغير اللغة، هو بنفس الطريقة اللي إحنا غيرنا بيها هنا. لازم تتأكد إن أنت مثبت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية عندك، لازم اللغتين يكونوا متثبتين عندك. طيب دلوقتي عندك بعد كده حاجة اسمها ديزاين أو تصميم، ده اللي هو شكل الشريحة بتاعتك أهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طب انا عايز اخلي الشريحه الاولى بشكل غير الشريحه الثانيه، انا واقف مثلا على الشريحه الاولى، هضغط كليك يمين على السنز اللي عندي، واروح اقول له ابلاي تو سيلكتد سلايد، يعني تطبيق على الشريحه المحدده. غير شكل اول شريحه، بس انا عايز اغير الشريحه الخامسه، اضغط كليك يمين على الشكل اللي انا عايزه، واقول له ابلاي تو سيلكتد، يعني تطبيق على الشريحه المحدده، ادي غير الشكل بتاعه بالشكل ده. هنا دي السنز اللي انا بختاره، بيظهر لي ستايلات تانية اكتر. طيب هنا السلايد سايز، حجم الشريحه، اقول له سمايز، بدل ما الشريحه مستطيله خليها لك مربعه. طب لو قلت له كاستم سلايد سايز، من هنا بغير العرض والارتفاع، الويدث والهايت، ومن هنا الاورينتيشن، اتجاه العرض بتاع البرزنتيشن اذا كان بورتريت او لاندسكيب، افقي او راسي. طيب هنا الفورمات باك جراوند، دي كلها مختصه بالخلفيه، من هنا اغير الالوان بتاعت الخلفيه بتاعتي، ده اللي هو بالنسبه للباك جراوند. دي قائمه ديزاين بكل اختصار وبكل سهوله. طيب عندك بعد كده حاجه اسمها ترانزيشن وانيميشن، ترانزيشن اللي هي الانتقالات، والانيميشن اللي هي المؤثرات. هتلاحظ ان الانيميشن مش متفعله، هنعرف كمان شويه ليه. ترانزيشن الانتقالات، يعني ايه انتقالات؟ شكل الدخول للشريحه، يعني انا قبل ما ادخل على الشريحه الاولى، ايه الشكل اللي يظهر بيه؟ اهو ده الشكل اللي يظهر اهو، الشريحه الثانيه ادي شكل الظهور. قبل ما يدخل على الشريحه الثانيه، ايه الشكل اللي يظهر بيه؟ اختار من هنا الشكل اللي انا عايزه، او تختار الشكل اللي انت عايزه مهم. دي نحاول ندرس فيها اي حاجة فاضية كده، مثلا ندرس فيها شكله خلاص. يبقى زي ما اتفقنا ان الترانزيشن شكل الدخول للشريحه، قبل ما يدخل على الشريحه الاولى ايه الشكل اللي يدخل بيه. تعالوا كده نعمل عمليه عرض، اهو ده شكل العرض، فده شكل الدخول للشريحه، قبل ما يدخل على الشريحه ايه الشكل اللي يدخل بيه. طيب حلو خالص، لكل ترانزيشن او انتقال في تاثيرات اكتر، يعني مثلا دلوقتي لو جينا اخترنا عملنا بريفيو ده اهو، طب ليه تاثيرات تانية؟ يعني اشكال ظهور تانية، ستايلات تانية بالشكل ده. طب الساوند، لو عايز احط صوت على الشريحه اهو، يبقى الساوند اللي هو لو عايز احط صوت بشكل الدخول. طيب الديوريشن، المدة اللي بياخدها، يعني ايه المدة اللي بياخدها؟ يعني شايفين دلوقتي ملاحظين، واخدين بالكم؟ طيب تعالوا كده نزود المدة، نخليها مثلا 10، واقول له بريفيو. فطريقة الظهور نفسها او الانتقال نفسه ماشي حتة حتة. طيب تعالوا من الديوريشن نختار
مثلا 3، لا دخل بسرعة، فدي المدة بتاعت الظهور الديوريشن. طيب لو عايز اطبق اللي انا عملته ده هنا، يعني الترانزيشن او الانتقال اللي انا مختاره مع الساوند اللي هو الصوت مع المدة، اطبقه على كل الشرائح، اقول له ابلاي تو اول، تطبيق على الكل. مالها الشاشة يا هندسة؟ الصوت واضح بالنسبة للناس ولا لا؟ الصوت واضح بالنسبة لكل الناس ولا لا؟ طيب حلو خالص. دلوقتي انا لما اجي اعمل عرض اهو بالشكل ده، علشان ادخل على الشريحة التانية، علشان ادخل على الشريحة التانية لازم استخدم الاتجاهات او الدايركشن بتاعت لوحة المفاتيح، يا اما بالماوس اضغط ضغطة بالماوس عشان ادخل على الشريحة اللي بعدها. يبقى اتاكد انها معلم لي علامة صح على كلمة اسمها اون ماوس كليك. طب لا، انا مش عايز ان انا لازم انا اختار يا اما اضغط على الماوس يا اما على لوحة المفاتيح، هروح اشيل علامة الصح من اون ماوس واعلم علامة صح على افطر. يعني عايزك بعد 5 ثواني تدخل على طول لوحدك على الشريحة التانية، او 5 ثواني اروح على الشريحة اللي بعدها، لازم كل ده اخلص اعمله في كل الشرائح. بعد 5 ثواني لازم اتاكد ان انا معلم علامة صح على افطر. طب لو معلم على الاثنين، افطر مش هتشتغل معاك. اختار افطر، يعني بعد 5 ثواني من غير ما ادوس على اي حاجه تدخل لوحدك على الشريحه اللي بعدها اهو. بعد 5 ثواني تدخل على الشريحه اللي بعدها بالشكل ده، تختار انت هنا شكل الدخول. حتى لما نيجي نعمل عرض دلوقتي، بصوا كده، لما نيجي نعمل عرض من غير ما اختار اي حاجه لوحده هتلاقيه بيتحرك اهو. يعني عشان يدخل على الشريحه الثانيه هياخد 5 ثواني في كل شريحه. طيب فكده معناه ان انا خليته لوحده ويدخل على الشريحه اللي بعدها، مش لازم ان انا يا اما اضغط على لوحه المفاتيح او الماوس. ده بالنسبه للترانزيشن او الانتقال. طيب الانيميشن هتلاقي هنا الاوامر مش متفعله، ليه؟ لان الانيميشن شكل الدخول بس الايه؟ للعناصر الموجوده داخل الشريحه اهو. اول ما دوست على العنصر بصوا اللي حصل، اتفعلت معايا، ادي شكل الدخول للعنصر نفسه. حتى هنا عامل لي ايه؟ عامل لي 1 و2، يعني ده اللي هيظهر الاول، بعد كده ده اللي بعده مش متفعله. طب افعلها ازاي؟ لازم اضغط على العنصر عشان تتفعل اهو. ده شكل الدخول للعنصر نفسه اهو زي ما انتم شايفين. يبقى الانيميشن هي شكل الدخول للعنصر. طيب اي انيميشن برضه بيكون ليه تاثيرات تانية، بختار من التاثيرات اللي انا عايزها. طيب انا دلوقتي ده 1 وده 2، لما اجي اعمل بريفيو هيظهر ده الاول بعد كده اللي تحته. طب انا عايز الاثنين يظهروا مع بعض، انا واقف عند الانيميشن الثاني، من ستارت هختار حاجه اسمها ويز بريفيوس، هلاقيه اتحول بدل ما كان 2 بيجي 1، بدل ما كان 2 بيجي 1. يبقى الاثنين هيظهروا مع بعض اهو، بصوا كده الاثنين ظاهرين مع بعض. طيب اما لو عايز اخلي ده يظهر قبل التاني هروح اختار اللي هو اون كليك. طيب الديوريشن مدة الظهور نفسها اللي بياخدها، المدة اللي بياخدها في الظهور. طيب انا 50 اخليه مثلا ثانية، واجي على اللي بعده اخليه مثلا
ليه حاسين ان هو بطيء؟ واجي اختار هنا مثلا ويز بريفيوس، لاجل الاثنين ظهروا في نفس اللحظه اهو، فدي المده بتاعت الظهور. طيب الديلي المده اللي بياخدها ما بين كل انيميشن والتاني. يبقى المده اللي بياخدها ما بين كل انيميشن والتاني اسمها الديلي. طيب دلوقتي انا هختار ان كليك، انا عايز اخلي الانيميشن التاني هو اللي يظهر الاول، او عايز اخلي الاول هو اللي يظهر التاني. يبقى الاول ده هاخره خطوه، هقول له موف ليتر، بيجي رقم اتنين اهو، بصوا كده، ده اللي ظهر الاول بعد كده اللي فوق. لا انا عايز اقدمه خطوه موف رير، فتقدم معايا خطوه. يبقى ده بالنسبه للترانزيشن وانيميشن. سلايد شو لو خلصت وعايز ابتدي ان انا اعرض الشغل بتاعي، هقول له فروم بيجيننج، او من البدايه هتعرض الشغل بتاعي من البدايه، يا اما اختصار اف 5 من لوحه المفاتيح. اما الناس اللي معاها لابات، مش كل اللابات اف 5 بس، زرار الاف ان مع اف 5. طيب انا لو واقف على الشريحه الرابعه وعايز اعرض من الشريحه رقم 4 فروم كرنت سلايد، فروم كرنت سلايد، لو عايز اخفي الشريحه من هايد سلايد هخفيها. يعني هخفيها يعني مش هتظهر معايا في البرزنتيشن او العرض التقديمي. طيب عندك بعد كده بريفيو، لو عايز اعمل تصحيح املائي من سبيلنج، اما لو محدد كلمه معينه وعايز اجيب الكلمات المشابهه ليها سيريس، ترانسليت لو عايز اترجم المستند، لانجويج لو عايز اغير اللغه، نيو كومنت لو عايز اعمل تعليقات على كلمه معينه. فيو اول حاجه طرق العرض، دي كلها طرق العرض بتاعت البرزنتيشن اهو. يبقى بريفيو دي طرق العرض بتوع البرزنتيشن بتاعي. هنا لو عايز ادرج شرائح جاهزه بالشكل ده اهي، كل ما عليا ان انا اروح بس اعدل عليها واكتب فيها اللي انا عايزه، هقول له كلوز، ادي حالي زي ما كان التاني. اما هنا لو عايز اظهر المسطره او اخفيها من الرول، كريد لاينز لو عايز اظهر الشبكه البيانيه، لو الناس ركزت هتلاقي في شبكه بيانيه من ورا. الجايدز بيقسم لك الشريحه بتاعتك ل 4 ارباع اهو، لو دي انا هعمل لها مثلا اخفاء، واروح على الفيو واختار جايدز، قسم لك الصفحه ل 4 ارباع او الشريحه 4 ارباع بالشكل. طيب النوتس لو عايز اظهر من تحت ملاحظات عندي واكتبها. الفيو دايركشن اللي حصل، غير معاك اتجاه العرض بتاع المستند، ليفت تو رايت او رايت تو ليفت اهو، ده الزوم بتاعك، تكبر وتصغر. هنا لو عايز احول العرض التقديمي الى بلاك اند وايت، ابيض واسود اهو بالشكل ده، حوله لي ابيض واسود. لو عايز ارجع تاني للالوان اختار باك تو كولر فيو. طيب لو عايز اخليه اللون الرمادي اختار جري سكيل، ادي اللون الرمادي بتاعي، عايز ارجعه تاني باك تو كولر فيو. هنا نيو ويندو هفتح برزنتيشن تاني بنفس البرزنتيشن اللي انا فاتحه، بيجوا اتنين عندي بالشكل ده. طيب هنا الرينج اول بيفتحهم لي تحت بعض او بيخليهم لي جنب بعض بالشكل ده، ده اللي هو الرينج اول، بيفتحهم لي سايد باي سايد، جنبا الى جنب اهو. كاسكيد بيخلي لك الاثنين فوق بعض، كاسكيد بيخلي لك الاثنين فوق بعض. هنا الموف سبليت بيعمل لك عمليه انشطار او تقسيم للشريحه. سويتش ويندو بيقول لك انت فاتح كام برزنتيشن او كام باوربوينت فاتحه دلوقتي، كام ملف باوربوينت، فاللي متعلم عليه علامه صح هو اللي ظاهر معاك بالفعل دلوقتي. ده باختصار شديد برنامج الباوربوينت. حد عنده اي مشكله بخصوص الباوربوينت؟ بكده نكون رجعنا على برنامج الوورد والباوربوينت، فاضل لنا السيل والاكسس، هنعمل له برضه مراجعه ان شاء الله. اولا علشان تنزلي اللغه لازم يبقى عندك نت على الجهاز، يبقى عشان انزل اللغه لازم يبقى عندي نت، لكن علشان اغير مش لازم يكون عندي انترنت. ازاي يعني؟ انا نزلت اللغه اهو، نزلتها، فانا عايز اخلي اللغه دي هي لغه اساسيه،
فمش شرط ان انا اكون متصل بالانترنت، بس عشان انزلها لازم اكون متصل بالانترنت. في ناس هتشتغل معاها تغيير اللغة من غير انترنت، وفي ناس هيحتاج معاها الانترنت. فجربوا كده وجربوا كده، ولو في اي مشكلة برضو انا معاكم ان شاء الله. هنكتفي بكده النهاردة ان شاء الله، وباذن الله ميعادنا الجاي هيكون الساعة 9. فممكن يا باشمهندس ممكن ننزل رابط الحضور بالنسبة للناس، ونأكد تاني المشاريع، يا ريت الناس تخلص المشاريع.